ضاع. مع الأسئلة إن شاء الله نلقاه. خلاص يعني أنت واسطة يعني تبي تقول للناس يستاهل صوبك صاحب الكاميرا يمكن نقول له شيء. نعم يقول ما حق الله على العباد؟ هذا سؤالك. نعم ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وما حق العباد على الله؟ قال أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك. يعني فحق الله على العباد أن يعبد سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، لا في ألوهيته ولا ربوبيته سبحانه وتعالى، فيعبد الله وحده، فلا يسأل إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يتقى إلا الله، ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، فتصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. وأما الربوبية فأن نثبت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، بيده النفع بيده الضر سبحانه وتعالى، ثم نثبت له ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات وأفعال، وما أثبت له رسوله. فهذا هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي أمرنا به سبحانه وتعالى، الذي هو حقه علينا، الذي قال فيه سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، أن يوحد الله تبارك وتعالى في العبادة. طيب